هيا، ما هذا؟ لا أدري. يقام عرض مسرحي هذه الليلة، سنذهب لمشاهدته. مهلا، يمنع إدخال الطعام. يمكنك تناول المسليات بعد انتهاء العرض. ليس بحوزتي أي طعام. أمسكت بك. لا أريد الوقوع في مأزق أيضا. ربما يمكنني فعل شيء، ستكون حيلة رائعة. سأغطي حقيبة الظهر باستخدام ملابسي بهذا الشكل، وها أنا مستعدة. يجب أن أمنح خدي مظهرا ممتلئا. انظروا إلي، إنها الخطة المثالية. قفي هنا. حسنا، مغفلة. أوه. ماذا أكلت يا غريس؟ إنها حقيبة الظهر خاصتي. هل تريد بعض المسليات؟ تنتشر الأخبار السارة بسرعة. سيبدأ العرض المسرحي بعد قليل. إنه رائع. أنت جميلة جداً، شعرك ذهب. ما هذا؟ ماذا هناك؟ عليك أن تدرسي أكثر. هذا أسوأ اختبار رأيته في حياتي. مشكلتها قد عبثت بشعر دميتي. على اللحظة، رسبت. سوف تغضب أمي كثيرا. يا ترى، لدي فكرة. أجل، قد ينجح هذا. سأضع الغراء على قدمي دميتي ثم أضغط بهما على تقدير راسب. سأرفعهما الآن بحذر لنغير هذا التقييم. أها، لن يعرف أحد أبدا. فكل هذا بفضلك. حسنا، انتبهوا أيها الطلاب، سأفعل هذا مرة واحدة فقط، وهذا صعب جدا. هل فهمتم؟ علي جادة، لا تنظري إلي. حسنا، درس اليوم عن الهندسة. ماذا؟ لم أفهم أي من ذلك. إذن أرأيت براين؟ هاي، ما الذي يحدث؟ نتحدث فحسب. البعض لا يعرفون آداب السلوك. أعتقد أنه من الأفضل أن أرسم هذا المثلث الغبي. هل هذا صعب؟ أعتقد أنه صعب للغاية. سأستخدم المسطرة هذه المرة. هل تمزحين معي؟ عذراً، لا تفعلي ذلك مرة أخرى. إنها قاسية جداً. لنحاول ذلك مرة أخرى. أوه يا، هذا أفضل. ماذا؟ كيف يكون هذا ممكناً؟ لا أدري كيف فعلت ذلك. سأنجح هذه المرة، أنا متفائلة حيال ذلك. هذا ليس جيداً. آني، توقفي عن العبث. لنتظاهر بأنك لم تري ذلك. أعدك في المرة القادمة. أتساءل كيف تسير أمور لونا. هيا بنا، خط هنا، خط هناك. حسناً، يبدو هذا جيداً. أجل، سعيدة بهذه النتيجة. أوو، عيناي. لدي فكرة، حتماً هناك شيء في هذا المكان يمكنني استخدامه. أو قد يكون هذا مفيداً. لنفعل ذلك. سأضع الشريط على طول جانبي البلاستيك. هكذا بالضبط. ثم سأزيل الغلاف الخلفي. سأطويه الآن. سأضغط عليه للتأكد من أنه مثبت بإحكام. إنه مثل جيب طويل. سأضيف البريق إليه. نحتاج جميعاً إلى بعض البريق في الحياة. وضعت علامات على قطعة من الورق المقوى. سأثبته على البلاستيك. هاو، يعجبني هذا. إنها أفضل مسطرة. يمكنني الآن رسم ذاك المثلث. لا تخذليني أيتها القطة. هاو، هذا رائع. هاو، لقد نجحت. أشعر بالغيرة. لا داعي لذلك، سنعطي لك واحدة.
حقا أنت رائعة. أجل أعلم. أنا متحمسة جدا لدرس الفن. حسنا أيها الطلاب، أريد منكم اليوم رسم قطة. انظروا لهذا الوجه الجميل. أوه هذا صعب. وهذا هو ذيلها. أوه هذا سيء. انتهيت، كنت في عجلة من أمري، لذا هذا ليس أفضل ما لدي. ماذا؟ لا أصدق. إنه أسوأ يوم في حياتي، أعطني هذا الشيء. أوه لكنك تستحقين. خطرت لي فكرة، قد ينجح هذا. إن حاولت لف الرباط المطاطي حول القلمين وفعلت الشيء ذاته في الطرف الآخر، يمكنني تحديد القطة المرسومة على دفتر ملاحظاتي. يبدو أن الأمر ينجح. حصلت على نسخة مثالية منها بتتبع الخطوط. واو تبدو جميلة جدا. أدهشتني يا شيريل. شكرا لك، أزيد هذا بالفطرة. جيد، رائعة كعادتك يا لونا. ممتاز، وصلي على هذا النحو. شكرا. لا ما زالت تطبع. توقفي. ماذا؟ لا شيء هنا. أكره درس الفن. هذا درس ممل جدا، بالكاد أستطيع فتح عيني. كيف تستطيع تين النوم هكذا؟ هاي لكسي، ماذا هناك؟ أعتقد أن علينا المرحلة قليلا مع تينا. هل تقصدين ما فهمته؟ إن كان الأمر كذلك فأنا مستعدة. لا توقظيها. هنا بالضبط، هذا هو المكان المناسب. حسنا أنا مستعدة، يمكنني استخدام هذا. يبدو هذا جيدا. ضعي زجاجة المشروب الغازي فوق دفتر الملاحظات. هل أحضرت عصابة رأس؟ حسنا هذا ممتاز، ستكون النتيجة رائعة. أنا متحمسة جدا، قد يحدث ذلك في أي لحظة. ها قد حدث. مبللة بالكامل. يا إلهي كان ذلك مضحكا جدا. هل أنتم الفاعلتان؟ هذا فظيع، إنه أسوأ اختبار رأيته في حياتي. أعني أنهم لم يستطيعوا حتى كتابة أسمائهم بطريقة صحيحة. هذا راسب، كيف يمكن لأحد من الإخفاق إلى هذا الحد؟ ما التالي؟ هل هذا مقلب؟ أو مالا؟ هذا جيد، أنا مندهشة، لقد حصل على تقدير ممتاز. واو يستغرق هذا العمل وقتا طويلا. لا يزال لدي الكثير من الأوراق، أحتاج إلى استراحة. لابد أن هناك طريقة أكثر سهولة. مهلا، أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. أحتاج خاتما مسطحا هكذا. سأضع الغراء على سطح الخاتم، ثم أثبت فوقه قطعة من الفوم. والآن سأكتب حرف F باستخدام مسدس الغراء. لن أتعجل، لن أسمح لأحد أن يقيم مهاراتي الفنية. يبدو هذا جيدا، سأصنع خاتما آخر. سأكتب عليه هذه المرة حرف A. سيسرع هذا عملية تصحيح الأوراق. سأضع الخاتمين في إصبعي ولنبدأ التصحيح. سأضغط بالخاتم على ورقة الاختبار. انظروا إلى هذا، لقد نجحت. أجل، هذا أسهل بكثير، وهي طريقة رائعة للتخلص من التوتر. سأنتقل الآن إلى الورقة التالية. مهلا، انتهيت من تصحيحها جميعا. هذان الخاتمان هما المفضلان لدي، يمكنني الاسترخاء الآن. لقد جابت أخيرا، هيا بسرعة. ها ما هذا؟ يا له من خاتم غريب الشكل. انظر يا ليو، ما هذا؟ لقد وجدت خاتما، إنه جميل. انظر هناك خاتم آخر، إنه يناسبني تماما. انظر يا ديفيد، واو هذا رائع. مهلا، أريد أن أجرب شيئا. لا تتحرك. أوه لما فعلت هذا؟ هيا هذا ليس عدلا، أنت الآن في ورطة. أرني ما لديك. ماذا؟ يا أولاد توقف، هل هذا أفضل ما عندك؟ توقف حالا، ماذا تظنان أنكما فاعلان؟ هو من بدأ بذلك. ها تبدو سخيف المظهر، وأنت أيضا. هذا ليس مضحكا، هذا الخاتمين، هيا سلماهما حالا. والآن أخرج من هنا، إنهما مضحكان بالفعل. سأضيف المزيد من الملصقات إلى دفتر ملاحظاتي. اليونيكورن جميل جدا. واو يا له من دفتر رائع. علي أن أذهب إلى الفصل، يجب أن لا أتأخر. أنا متحمسة جدا لتباهي بدفتر ملاحظاتي، سيغار الجميع مني. سأضع دفتري هنا. ماذا؟ ما الذي أراه؟
ألقى التي دفتر ملاحظاتي؟ عما تتحدثين؟ مهلاً لحظة. سأغادر. هل ذهبت؟ كان ذلك محرجاً جداً. لا أصدق أننا نملك الطراز نفسه. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني حل هذه المشكلة. أحتاج فقط إلى هذا القلم. سأبدأ برسم قلب على هذه الملاحظة اللاصقة، ثم يمكنني البدء بتلوينها. هذا اللون الأحمر مثالي. ثم سأضيف بعض الظلال لجعله أكثر جمالاً. ثم يمكنني قصه، والآن سألصقه على ورقة الزبدة، ثم أغطيه بشريط لاصق. سأجعله مسطحاً، لا أريده أن يكون مجعداً. ثم يمكنني قصه، سأقصه ليكون أكبر من القلب الذي رسمته. لقد أنهيت بعض الرسومات الأخرى، وسأستخدمها لتزيين دفتر ملاحظاتي. سألصق الفراولة أولاً، سأنزع الورقة الخلفية وألصقها على دفتر الملاحظات. لقد أصبح أجمل بكثير من ذي قبل. هذه الملصقات أجمل من اليونيكورن. مرحبا ناومي، كيف حالك؟ أنا بخير. واه، يا لها من ملصقات جميلة. أليست أجمل ملصقات على الإطلاق؟ لقد صنعتها بنفسي. انظري، لدى لكسي ملصقات مماثلة. هذا غريب. سأضع حدا لهذا. يجب أن يكون هناك دفتر ملاحظات واحد مزينا بالملصقات. يمكن لناومي أن تقرر. ماذا؟ هذا مستحيل. أو حسنا، لقد خدعناك. أجل، كان ذلك مضحكا. لنذهب إلى الفصل. يا له من يوم، يمكنني الاسترخاء اخيرا. مهلا، قائمة مهام. هيا، المهمة الاولى تنظيف غرفته، اداء واجب المنزلي. هذا ظلم، لننهي هذا. قد يستغرق هذا بعض الوقت، يمكنني الانتقال الى المهمة الثانية. كتابة الواجب المنزلي ليست ممتعة ابدا، ماذا علي ان افعل ايضا؟ اصطحاب بودينج للتمشية. هي، كان علي البقاء في المدرسة. اهلا امي، ها هو طفلي المميز، ستحتاج هذا. حسنا، شكرا لك، ولا تنسى القائمة، انا جادة. لن انسى لسوء الحظ، اريد فقط لعب الالعاب الالكترونية، انا لا اقضي وقتا ممتعا. ربما يمكنني اللعب قليلا، لا بأس بالقليل من المرح. ليام، هل أنجزت كل المهام؟ ليام؟ ما كل هذه الفوضى؟ لن أنظر أكثر، لم يفعل شيئا من القائمة رغم أنها بسيطة جدا. ربما يمكنني الاستعانة ببوب إت هذه. سأجعل قائمة المهام أكثر إثارة، سأعود حالا. علي أولا قص جزء من بوب إت، سأقص هذا الجزء. والآن أحتاج إلى قائمة المهام، ثم سأحتاج إلى قلم تحديد. سأضغط بقلمين آخرين على ريشة القلم، وستمتزج ألوان الأقلام الثلاثة. أريد أن أحصل على تأثير ملون عند الكتابة، هكذا. أعتقد أن القائمة جاهزة، حان الوقت ليراها ليام. لا يزال نائما، سألصقها على الباب، يجب أن أفعل ذلك بهدوء. إنه نائم كطفل رضيع، لكن ليس لوقت طويل. ما هذا؟ مهلا، هذا مختلف، لأرى. يبدو هذا ممتعا. مهلا، يجب أن أرتب غرفتي أولا، أحتاج بالفعل إلى تنظيفها باستمرار. لم أكن أعرف ذلك. ما هذا يا بودينج، إنه مقزز. كانت تمشية ممتعة، والآن يمكنني دفع فقاعة بوب إت. لقد أنهيت جميع المهام. أجل يا عزيزي، واو، إنها نظيفة، يمكنني رؤية السجادة الآن. أحسنت يا بني. هيا، لا يمكنني الانتظار أكثر. هل أنت بخير؟ كلا، يجب أن أنجح في هذا الاختبار. أبي، انظرا، لقد حصلت على تقدير ممتاز. كنت أعلم أنك قادر على فعل ذلك. نحن فخوران بك، أنت الأذكى في العائلة. سأصبح بطلا. هيا، النتائج جاهزة. أرجو أن تكون درجتي جيدة. أنا متوتر جدا، علي القول بأنني مندهش. تفضلي يا لكسي، نتيجتك يا ليام. لا أستطيع النظر، لكن يجب أن أعرف. انظري أولا يا لكسي. حسنا، إنها مجرد الدرجة. واو، لقد نجحت، حصلت على تقدير ممتاز. لا أصدق هذا، لم أعد أشعر بالثقة فجأة. سأختلس النظر. ما هو أسوأ شيء قد يحدث؟ هل هذا مقلب؟ لقد درست بجد، ومع ذلك راسخت في الاختبار. إنها كارثة، سيصاب أبي وأمي بخيبة أمل كبيرة. راسب في هذا المنزل؟ أنت لست ولدي. غادر المنزل حالا، هيا، لا مكان للفاشلين في منزلي. هذا مأساوي بالفعل، لا أريد أن أصبح متشردا. ماذا سأفعل الآن؟ ما هذا؟ إنها علكة قديمة. هذا مقزز جدا.
ماذا يحدث لي؟ مهلاً، أعتقد أنني عرفت كيف سأحصل على درجة أفضل. يستحق الأمر المحاولة، لكنني سأحتاج إلى هذا القلم ومسدس غراء. سأضع الغراء على نهاية القلم. يجب أن أغطي غطاء القلم بهذا الشكل. يجب أن يكون الغراء سميكاً. أعتقد أن هذا كافٍ. والآن سأضغط به على الدرجة، ثم أضغط بقوة أكبر. مهلاً، لا يراني أحد، أليس كذلك؟ سأرفع القلم برفق الآن. وها قد اختفى حرف الآف. واو، كان هذا سهلاً. سأحضر الآن قلماً أحمر وسأكتب A+، أي ممتاز. ثم أرسم دائرة لأغطي أثر الغراء. وهكذا لن يكتشف أحد حيلتي. أنا عبقري، لن أحتاج لدراستي بعد الآن. لا تزال العلكة تحتفظ بالقليل من نكهتها. إنها بنكهة النعناع. سأذهب لأريه لأمي وأبي. ستؤدون اليوم اختبار الرياضيات، وسيكون صعباً جداً. إنه صعب بالفعل. لقد درست بجد، يمكنني تجاوزه. أوه، أكره المدرسة. أفضل أن أكون في المتنزه أمزق الكتب. كيف حالك أيتها المهووسة بالدراسة؟ أنا بأفضل حال، حظا موفقا. أنت بحاجة إليها. سيبدأ الاختبار الآن. أوه حسنا. واو، هذا صعب. هل أنت متوترة؟ إنه مجرد اختبار. أوه هذا سهل، عليك فقط أن تكوني مستعدة. ها هي الإجابات في متناول يدي. لما أضيع الوقت في الدراسة؟ يستحيل أن أتمكن من معرفة هذه الإجابات. يبدو أنني سأنجح في الاختبار. حسناً، هيا بنا. أكره الاختبارات. أو لا، لقد نسيت كل شيء. لكسي، هاي، لا يمكنك فعل هذا. اخفضي صوتك، ركزي على الإجابة عن أسئلة اختبارك. لكن هذا لا يجوز. لقد وجدتها. أوبس، لقد سقط قلمي. هل أسقطت قلمي عن مكتبي؟ لم أقصد فعل ذلك. حسناً، من الأفضل ألا يحدث ذلك ثانية. ليس لدي وقت لهذا. يجب أن أسرع، سألقنها درساً. تتصرفين كالأطفال. هاي، لما فعلت هذا؟ لن يفلح الغشاشون. حسناً، إذن سأخذ نظارتك. لا، أنا بحاجة إليها كي أرى. كل شيء ضب بي. لحسن حظي لدي نظارة احتياطية. توقفي عن التصرف بلؤم. أنت لئيمة جداً. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني رؤية الإجابات. مهلاً. كلا، هذا غير مجد. أو ربما لا. أعرف كيف سأحل هذه المشكلة. سأستخدم هذا القلم لتلوين العدسات. أعتقد أن هذا سينجح. حسناً، سأجرب. سأضعها فوق قصاصة الورق. إنها تكشف الإجابات. هذا أشبه بالسحر. ولا تزال تبدو كأي نظارة عادية. من الأفضل أن أنهي الاختبار. ها؟ ما هذا؟ هاي لكسي، هذه لك. لي؟ حقاً؟ ما هذه يا ترى؟ متحمسة لرؤيتها. أو مايلز، أنت بارع في هذا. لكن لا يمكنني إنكار ذلك، أنا جميلة بالفعل. سنخرج معاً في وقت لاحق. عندما يتعلق الأمر لونا تعرف الإجابات. أنا سعيدة جداً لمعرفة هذا. وأنا سعيدة جداً لأن لونا تعرف ما تفعل. بالقليل من المساعدة، يجب أن أكون أسرع. مستحيل، إنها تغش. تصرف مخادع. شيريل، ابتعدي. لكن هذا تصرف لئيم للغاية. لا بأس، سأتناول الحلوى سراً بدلاً من ذلك. أنا بحاجة لهذا. شوكولاتة. هل هذه حلوى؟ تبدو شهية جداً، يجب أن أتناولها. أشعر بجوع شديد، إنها لذيذة للغاية. هاي شيريل، هل يمكنني تناول القليل؟ حسناً حسناً حسناً. لا، يكفي. وكأني خايفة. أعطيني إياها. هناك شيء واحد يمكن التبديل به. هل فتح أحدهم النافذة؟ قطعة من الحلوى. أكثر، لا يهم. خذي، أعطيني الإجابات. المزيد. حسناً، هل أنت سعيدة الآن؟ يسعدني التعامل معك. شكراً يا صديقتي العزيزة. شكراً. أكره الدراسة، هذا مفيد جداً. ماذا يحدث هنا؟ خاب ظني بكما. أعطياني هذا. إلى غرفة العقاب كلاكما. لا أصدق هذا، يا لهما من مبتدئتين. هكذا يكون إدخال الطعام إلى الصف خلصة. يامي.
أحب هذا العمل. جمد الماء في قاع مزهرية، أزل مكعب الثلج من المزهرية الزجاجية، والآن أحضر مجموعة ألوانك. لون مكعب الثلج مباشرة، استخدم ألواناً مختلفة من الطلاء. بينما يذوب الثلج، سيتحرك الطلاء ويدور، ستبدأ الألوان في الاندماج. استمر في وضع طبقات مختلفة من الطلاء، هذا باعث على الاسترخاء حقاً، تمنح تأثيراً رائعاً حقاً. النتيجة رائعة جداً، أترون؟ أعتقد أن علي بدء هذا الواجب الذي يؤدى في الصف. ها؟ ما خطب قلمي؟ لقد نفد الحبر. هذا مثالي. لا بأس. صوفيا، مرحباً. هل أنت بخير يا لونا؟ قلمي لا يعمل. هل يمكنني استعارة قلم؟ حسناً، أنا متأكدة أن لدي قلماً احتياطياً. إنه هنا في مكان ما. هذا ليس قلماً. انتظري. ها؟ ما احتمالية العثور علي؟ إن أشياء كثيرة، علي أن أكون أكثر تنظيماً. مهلاً، راودتني فكرة. أعرف كيف أحافظ على أشياء مرتبة ومنظمة. أولاً، علي شد هذا الرباط المطاطي على مجلدي. سأحتاج إلى عدة أربطة أخرى. الآن يمكنني تخزين أشيائي كلها فيه. هناك مساحة أخرى في الداخل. كل شيء في مكان واحد ويسهل العثور علي. تبدو جيدة، أليس كذلك؟ وها هو قلمك. ها؟ ماذا؟ حسناً، شكراً. هذا رائع. كنت غارقة في أفضل حلم. هذا الاختبار ممل. حسناً، إنه يعجبني. أنت مهووسة بالدراسة. ربما يمكنني المرح قليلاً. مهلاً، توقفي عن التصرف بطفولية. يعجبني هذا السؤال. أحتاج إلى الخروج من هنا. أنت؟ ما الأمر الآن؟ شاهدي ذلك. سأفرك هذا القلم على كمي ثم ألف الغطاء قليلاً. اعترفي، لقد انبهرتي. هاو، أنت ساحرة، دعني أجرب. لا أعتقد أن هذا صحيح. الساحر لا يكشف أسراره أبداً. ربما أحتاج إلى مزيد من الاحتكاك. ها هو، لا يمكنني فعل ذلك. أعرف، يمكنني استخدام عقلي لفهم ذلك. لقد نسيت أمر الجاذبية ودوران الأرض يعني. فهمت. لنجرب ذلك مجدداً. هذا ليس سحراً. لا يهم. أيها الطلاب، الكلام ممنوع. آسفة. رأتها المعلمة. أوبس. إنني أراك يا صوفيا. أنا أؤدي واجبي، أرأيتي؟ هذا آخر إنذار لك. أنا متأكدة أنه كان لدي قلم. يبدو أنني سأرسب. تعجبني المكاتب الأنيقة. تسير الأمور على ما يرام. سأرسم ورقة نبات الآن، وكأنني أعيش وسط الطبيعة. أنا سيئة في الأعمال الفنية، بينما تجعل نيوم الأمر يبدو سهلاً للغاية. لا يحب الناس الشخص المتفاخر. سأبذل ما في وسعي فحسب. لحظة واحدة، لقد نسيت أمر هذه الملصقات. يبدو دفتر ملاحظاتي مملاً بعض الشيء. أعتقد أن بإمكاني تحسين الوضع. يستحق الأمر المحاولة. سأبدأ برسم دائرة على قطعة ورق، ثم أرسم عليها وجهاً مبتسماً. سأبدأ الرسم بالعينين. يا له من فتى صغير وسعيد. وبعدها يجب علي تفريغ الوجه. والآن سأضع فوق قطعة مربعة من ورق الزبدة، ثم أغطيه بشريط لاصق. سأفرده جيداً، لا أريد أي تجاعيد. والآن سنقص الجزء المحيط به، يبدو شكله رائعاً. لكنني سأحتاج إلى المزيد من الملصقات. تبدو هذه مذهلة. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. سأقشر ورق الزبدة. والآن سأتمكن من لصق الملصقات على دفتر الملاحظات. يا له من ضفدع لطيف. لقد أصبح شكل الدفتر أفضل، ولم يكن الأمر صعباً على الإطلاق. يا للروعة.
نايومي؟ ماذا تريدين؟ واو، هذا رائع جدا يا جولي. أيمكنني الحصول على بعض الملصقات؟ لا. ماذا؟ رجاءً، أتوسل إليك. لن تستسلمي، أليس كذلك؟ لا بأس، لا أستمتع بالحصول على أشياء رائعة مطلقا. أتمزحين؟ نصف ملصق؟ عليكم بالتركيز يا طالبات. أوه، وجدتها. لقد أوحت لي تلك المروحة بفكرة. سأحتاج إلى دفتر ملاحظاتي. يجب أن أجري بعض التعديلات. سأقصها على شكل نصف دائرة، وبعدها سأضع بعض الغراء. يجب أن أغطي الغلاف الخارجي، ثم ألصق عليه قطعة الأبعاد. والآن سألصق قطعة بيضاء أصغر، ثم أضيف قطعة حمراء في الختام. بدأ الشكل النهائي في الظهور. وقد قصصت بعض القطع على شكل قطرات دموع لتمثل شكل البذور. وها قد انتهيت. إليكم دفتر البطيخ. ماذا؟ أعلم أنه مبهر. لا بأس به، على ما أظن. لا بأس في الشعور بالغيرة. يا للروعة، إنه مذهل. أحتاج لمشاهدتها عن قرب. إنه مجرد دفتر. أحم، أحتاج لهذا الدفتر. فالبطيخ هو فاكهتي المفضلة. لكن ما الذي حدث للتو؟ أوه ممتاز، يمكنني أن أضمه إلى مجموعتي. هل ترتفع حرارة الجو هنا؟ أحتاج لتبريد نفسي. هذا أفضل. أكره هذا الصف. لا تبدين خارقة الذكاء الآن، أليس كذلك؟ مرحبا يا رفاق، أهلا بكم في قناتي. ألا تكرهون تلك المواقف عندما تنخفض بطارية هاتفكم ولا تجدون مقبسا لشحنه؟ كل ما تحتاجون إليه هو موزتان، ضعهما على الطاولة هكذا. نحتاج إلى شيء آخر، قليل من المال، أقصد عملة معدنية بالتحديد. ضعوا العملة في واحدة من الموزتين هكذا، ثم اضغطوها في الموزة الأخرى، ثم أحضروا شاحنكم وضعوه في الموزة. نحن مستعدون للبدء. أوصلوا الهاتف فحسب وشاهدوا شحنه. يا رفاق، عليكم رؤية هذا، لقد نجح فعلا. أنتم جمهور رائع. أها، فهمت. مرحبا وأهلا بكم في البرنامج. انظروا إلى كل هذا الذهب، ولنرحب بالحصلة على كل هذه الكؤوس. الرياضية المفضلة للجميع ساني. أوه، ستكون هذه لقطة جيدة. كيف الحال؟ لنبدأ برحلتك لتصبحي بطلة كرة سلة. حسناً، لم أكن لأقول إنني بطلة، بل أقرب إلى نجمة، أتفهمينني؟ هوه، معذرة، تابعي أرجوك. بدأ الأمر حين كنت طفلة. إن كنت سأصبح محترفة، فعلي التدرب كل يوم. أتمنى لو كان لدي سلة. ستفي سلة القمامة هذه بالغرض. أوه، لقد اقتربت كثيراً. اعتقدت لوهلة أنك سقطت في السلة. ربما يمكنني استخدام علبة البيتزا هذا. أعتقد أن هذا قد ينجح. يبدو أنني سأحصل على سلة في النهاية. أولاً سأفتح هذه العلبة، ثم سأرسم دائرة أكبر قليلاً من كرة السلة. سأقسمها إلى عدة أجزاء، ثم سأقطعها. لا أريد أن أقطعها بأكملها. حسناً، لنجرب هذا. يبدو هذا المكان مناسباً. سألصق الجزء الخلفي من العلبة على الجدار، ثم سأدفع الدائرة إلى الأسفل قليلاً. ها هي صاني من الفناء الخلفي، وها هي تصيب الهدف. حان وقت القفز والتسديد. شاهدوا قفزتي في الهواء. بوم! لا يمكنكم مواكبتي. ها، اعتقدت أنني أصبتها. لا أحد في المكان. لنقل أنني أصبتها فحسب. وكما يقولون، فالباقي معلوم. آه، لا تبكي، إنها قصة مستضعفة حقيقية. لنمسح ذلك الدموع. خذي منديلاً. أحب النهاية السعيدة. بالحديث عن علبة البيتزا، هل تحملينها معك؟ بالطبع يا أشلي، ها هي ذا. هذه هي العلبة الأصلية. هكذا أصبحت بطلة. واو، مذهل. هل لي أن أسدد هدفاً؟ ابذلي ما بوسعك. أنت موهوبة بالفطرة. هذا كل ما لدينا. شكرا لك على انضمامك إلينا يا صاني. أراكم في الحلقة القادمة. وداعاً. يبهرني هذا. أو أجل، اهتزي، إنها طرية جداً. انظروا إليها. ماذا؟ أوه، هذا رائع. ليت لدي لعبة رائعة مثل تلك. ربما ستدعني صاني ألعب بأحد ألعابها بلطف ورفق. واو، انظروا إلى هذا، إنها منومة مغناطيسياً. لن يضرني سؤال. أنت مهلاً. لا يمكنني. أهم، لا شيء. أهم، ماذا كان ذلك؟ لا أحب هذا، ماذا تريدين؟ أوه، لنهدأ قليلاً، لا نريد وقوع أي حوادث. ماذا، مصاصة؟ ظننت. لا بأس، إنها خدعة بسيطة.
يصعني، هل يمكنني اللعب بالنابض؟ هل تقصدين هذا؟ أمهليني لحظة، هل أنت مستعدة؟ ماذا؟ كلا؟ ليس هذا لطيفاً جداً، لكن حسناً يمكنني تقبل ذلك. إنها ألعابي وحدي، وهذه أفضل لعبة. إنها تحصل دائماً على أشياء جميلة. مهلاً، لدي فكرة. سأرتب ورق الملاحظات اللاصق هكذا. سأخذ ورقة صاني، ثم سأضع عدة طبقات. سأبدل الألوان. سأضع كل ورقة مائلة بزاوية بسيطة. أريد أن يكون الورق متداخلاً. سأوصل هذا حتى أنتهي من استخدام كل الورق. وأنا أملك مجموعة من ورق الملاحظات. ثم بالنسبة للأوراق الأخيرة، فسأرتبها فوق بعضها البعض. هكذا تماماً، هذه هي الأخيرة. ثم حين أمددها إلى الخارج، يحدث هذا. هذا رائع جداً، أليس كذلك؟ أو لدي فكرة، يمكنها حتى التمدد من على الأرفف. ها، من يحتاج إلى نابض أنيق؟ يمكنني مشاهدة هذا طوال اليوم. إنها زاهية الألوان وقد صنعتها بنفسي. واو، هذا رائع جداً. يا ساني، شاهدي هذا. ثم قلت لا يهم. ليلي، انظري. واو، أجل، أسمع رد الفعل هذا كثيراً. من أين حصلت على هذه يا أشلي؟ لكن هل صنعت هذه بنفسك؟ هل يمكنك أن تصنعي واحدة لي؟ حسناً أيها الطلاب، انتبهوا، سنجري اختباراً اليوم. ممنوع التحدث أو الغش. سأراقبكن، يمكنكم البدء. ستكون الأمور بخير، سأحضر قلماً فحسب. هلا الهول، لا يمكنني فتح حافظة أقلامي. بحقك، انفتحي، هذا ليس جيداً. ربما يمكن لجينيفر المساعدة؟ ماذا؟ هل لديك قلم إضافي؟ رجاءً. كلا، إنني أستخدمه. حسناً. ماندي، ماذا قلت؟ آسفة أيتها المعلمة، ماذا سأفعل الآن؟ كنت شابة ومفعمة بالأحلام، ثم رسبت. انظروا إلى حالي الآن. يوم آخر وأنشغل فيه بإنفاق المال. انظروا إلى هذه الفقيرة. هل يمكنك أن تعطيني بعض الفكة رجاء؟ حسناً، دعيني أرى. آمل أن يساعد ذلك. شكراً جزيلاً لك، أقدر ذلك حقاً، أنت امرأة عطوفة. كلا، لا يمكنني أن أضع ذلك يحدث، مستحيل أن أرسب. مهلاً، ربما يمكنني استخدام مشمك الورق هذا. سأضع مشمك الورق على الطاولة، والآن أحتاج إلى مسدس غراء. سأملأ مشمك الورق بالغراء. إنني أستخدم الغراء مع الجليتر لأن شكله جميل. سأملأ هذا الجزء فحسب، والآن سأتركه يجمد. سأشبك حلقة مشمك الورق في السحاب. أجل، إنه يفتح. كم هذا مريح. أشعر بالملل قليلاً، أتساءل ماذا علي أن أفعل. لدي فكرة، سأقوم ببعض الأعمال الفنية. سأبدأ بقليلاً من اللون البرتقالي. الفن ممتع، من الصعب أن تشعر بالملل وأنت مبدع. من الأفضل أن أشرب بعض السوائل. كلا، فيما كنت أفكر؟ الطلاء على كل أصابعي. يا إلهي، يا لها من فوضى. ماذا سأفعل الآن؟ الطلاء لوث الكوب بأكمله. انتظروا، أنا عبقرية. حسناً، سأبدأ بكوب زجاجي نظيف وأصبع ملون. ينبغي أن يكون هذا كافياً. والآن سأرسم خطاً مموجاً بالأعلى. جيد، ثم يمكنني وضع القليل من الخطوط بقلم التحديد تحت النقاط الملونة. لقد انتهيت، تبدو لطيفة جداً. تبدو كأضواء صغيرة ملتفة حول كوبي. إنه أجمل بكثير من ذي قبل. لا يمكنني أن أصدق أنني فكرت في هذا. وقد حان وقت المزيد من العصير. هذا ما أقصده. مرحباً، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%، أليست جميلة؟ أجل، لطيفة، ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة الآلي قديمة جداً، لدي بوبيت. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضاً، زينته بالملصقات. قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضاً. دفتري ممل جداً وسادة، لن يصلح هذا إطلاقاً. ها
لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام التحديد هذا. انتظروا، لدي خطة. بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف. سأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفاً الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم. لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضاً. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا. على السنجاب أن يعيد مثلجاتي. لا تأخذ مثلجات روكي رود. حسناً، حان وقت بعض التلوين. أنا فنان، أنا الأفضل في الفن. التلوين ممتع للغاية. كلا، نثرت الألوان على حاسوبها. أعرف ماذا سأفعل. سأنظف. انتظروا، إنه يتلطخ. كلا، لقد زادت الفوضى. لقد تلون بالوردي. ستغضب مني كثيراً. قد استيقظت. ماذا تفعل؟ لماذا تحدق بي؟ تتصرف بغرابة. غريب حقا. انتظر لحظة، حاسوبي، ماذا حدث له؟ لقد لونته بالوردي. ما هذا هناك؟ شفاط؟ انتظروا، يمكنني انقاذ الموقف. حسنا، ها هو حاسوبي المسكين الملطخ. أحتاج إلى المزيد من الطلاء. هذا صحيح، أكثر وليس أقل. أبيض وأصفر أيضاً، وبعض الأجواني، وربما القليل من الأصفر المائل للبني. حسناً، أنا جاهزة الآن لاستخدام الشفاط. سأبدأ في النفخ على هذا الطلاء الآن. سأستخدم الهواء لدفع الطلاء على الحاسوب. علي الاستمرار، أحب الألوان المختلفة. والأنماط والملمس تجعله رائعاً. رائع، تحول إلى عمل فني رائع. يجعلني أفكر في أمواج المحيط. لا يمكنني أن أصدق كم أصبح جميلاً. رائع، انظروا إلى حاسوبها، رائع للغاية. هذا الرجل ثرثار، ليس كلامه منطقياً. ومن المهم لكم أن تتعلموا هذا، فسيكون متضمناً في الاختبار. كل ما أسمعه هو بلا 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 بلا. أعلم ما سيجعل هذا الصف أفضل، بعض الوجبات الخفيفة. شعرني الاستماع إليه بالجوع. الحلوى الجميلة. مهلاً، هل سمعت صوت غلاف حلوى؟ سأستمتع بهذا. ما الذي تظن أنك تفعله؟ ليس هذا رائعاً يا رجل، أنت تعرف القواعد. الوجبات الخفيفة ممنوعة في الصف. سأخذ هذه والبقية. ما الذي يمكنك فعله؟ من الأفضل أن أتأكد من أنها حلوى حقيقية. هو أجل، إنها مليئة بالسكر بنسبة 100%. ماذا كنت أقول؟ حسناً، الوجبات الخفيفة ممنوعة، لكنه لم يقل شيئاً عن الصودا. ستبي هذه بالغرض، لكني سأكون أكثر حذراً هذه المرة. سأبقيها مخفية. لا فكرة لديه. مهلاً، أين ذهب؟ أعني، كيف حالك؟ أعتقد أن هذه لي. كيف وصلت إلى هنا؟ هذا تحذيرك الأخير يا أليكس. قد أدار ظهره. علي الإسراع. أو كلا، لن تفعل. ماذا؟ تقبل الأمر، فأنا بارع. سأتخلص من هذا. أوشكت جدا على تناولها حتى أنني أكاد أشعر بمذاقها. سأراقبك. إنه حازم جدا. حسنا، سأتوقف. مهلا، عود الغراء خاصتي يمنحني هذا فكرة. أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. أولاً سأزيل الغراء، ثم سأنظف باطن الأنبوب، ثم أحتاج إلى حلواي المفضلة، ثم سأضغط كل حلواي معاً. أريد أن أشكل كرة حلوى فائقة. سأضغط الأنبوب داخلها، وسيقطع هذا قطعة من الكرة، ثم يمكنني إزالة بقية الحلوى برفق. سأحتفظ بها لوقت لاحق. لدي عود حلوى الآن. حين أدير الأنبوب تخرج الحلوى. ينجح هذا تماماً كما خططت له، وأفضل ما في الأمر أنه لن يشك أحد في شيء. لذيذة. مهلاً، لحظة، ما هذه الرائحة الجميلة؟ ليس مجدداً. هل أشم رائحة حلوى؟ ماذا؟ كلا، لم أكن لأحلم بها. لا أصدقك لسبب ما. أحتاج إلى إلقاء نظرة عن كثب. تفضل، لا يوجد شيء هنا. إنني أستخدم عود الغراء العادي القديم خاصتي. هل هذا صحيح؟ ربما يخبرني بالحقيقة. لا أرى أي حلوى.
حسناً، أعتقد أنني كنت مخطئاً. أعتقد ذلك. علي لصق بعض الأشياء إن كنت لا تمانع. إنها لذيذة جداً. ربما ليس هذا الصف سيئاً للغاية في النهاية. هذا الاختبار صعب جداً. هكذا إذن؟ أعرف ما تفعل. أوه، إنها قادمة. أنا لم أرى هذا من قبل. هذه قصة مألوفة. واو، إنها غاضبة. أنتم تعرفون القوانين جيداً. يجب أن أسرع. يعجبني طلاء أظافر الجديد. لن تكتشف ذلك أبداً. مرحباً. لا تتظاهري أنك بريئة أيتها الشقراء. ماذا؟ إلى ماذا تنظرين؟ إنها مجرد حافظة أقلام. هل هي كذلك؟ أحب شراء الكثير من الأقلام. أنا أراقبك. وماذا يحدث هنا؟ هل أنت هنا منذ وقت طويل؟ بالمناسبة الاختبار رائع. صعب جداً. هذا لطيف جداً. لماذا لا تكون جميعاً مثل نايومي؟ يا لها من طالبة مهذبة. كنت أعلم أنني سأرسب. لا يهم. وأخيراً عدت إلى المنزل. يا له من يوم. مهلاً، لدي واجب؟ تباً. حسناً، سأني الأمر. أمل ألا يستغرق هذا وقتاً طويلاً. علي فعل أشياء أفضل من هذا. هذا فظيع. أشعر بملل شديد. لا يمكنني فتح عيني. رأسي! ماذا حدث؟ واجب منزلي غبي. إنه خطأك. سأستمتع قليلاً بدلاً من الدراسة. إنه وقت اللعب. هذا أفضل. هيا هيا هيا، يجب أن أركز. هذا الجزء صعب. كان ذلك وشيكاً. سأفعلها. سوف أفوز. مهلاً؟ ما هذا؟ على الأرجح لا شيء. أنا مستمتعة. لن يوقفني شيء. احترسي. فعلتها. هذا صعب. هاي باتي، ماذا؟ رأسي المسكين. لما فعلت هذا؟ عذرا، لكن كسرت لوحة المفاتيح. كسرت؟ مهلا اللحظة، لديك واجب منزلي. لكن كيف سأكتبه؟ يمكنني إصلاحها. ثقي بي. سأحتاج أولاً إلى صلصال التشكيل. سأبدأ بالقليل من الصلصال البني. سأستخدم قطعة زجاج لسحقه. سأفعل الشيء ذاته بألوان مختلفة. هذا ممتاز. لدي الآن كل ما أحتاج إليه. والآن سنجمع الشكل. سأضع قطعة الصلصال هذه في الأسفل، ثم أثبت فوقها القطعة الأخرى وأضعها هنا. أبي؟ شوف شوف. ماذا هناك؟ أغسل الكتابة. هيا. إنها أغنية جميلة. أرجوك توقف عن الغناء. أنت تزعجني حقاً. حسناً يا طالبات، حان يوم الامتحان وسيكون صعباً. يمكنكم البدء. هيا بنا. هذا صعب. أين أقلام الرصاص؟ أتركهم هنا عدداً. هذا عجيب. لا، ليست الأقلام هنا بالتأكيد. مهلاً. من أنت؟ لا يهم. هل من مشكلة يا جولي؟ حسناً، سأحضر قلماً من حقيبتي. لابد أن لدي بعض الأقلام هنا. هذا ما أتمناه على الأقل. ما هذا؟ هذا لطيف، لكنني لا أحتاج إليه. أيمكنني تبديل مكاني؟ كنت أبحث عن هذه. يجب أن أعمل على تقوية نفسي. أمتلك عضلات ضخمة يا صديقي. بربك، هل هذا طبيعي؟ ليس لدي فكرة من أين جاء هذا الشيء. ياهو! لا، سأحتفظ بهذا لوقت لاحق. ليس لدي وقت لهذا. ماذا تريدين؟ هل تخصك هذه الأشياء؟ لم تسبق لي رؤيتها. صحيح، إنها أشيائي. آسفة. ما مشكلتك يا جولي؟ ما الذي تنظرين إليه؟ لقد خطرت لي فكرة على ما أظن. ما الذي تتحدثين عنه؟ سأخذ هذا الشريط المطاطي فحسب. هذا ما كنت أحتاجه. شكرا. ما الذي يحدث هنا؟ هل هذا عنكبوت؟ ابعدوا عني. سأضع
شريط المطاطي على دفتري، وسأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه، وبعدها سأمرر القلم أسفله، وسأضيف قطعة غراء أخرى من جوار القلم. أنا أستخدم غراء الجليتر لأنه يجعل الشكل أفضل، وبعدها سأتمكن من إضافة أدوات مكتبية أخرى كمسترتي وفنجاني. هناك مساحة تتسع لكل ما أحتاجه، وهذا يعني أنني لن أفقد أشيائي مجددا. أصبحت كل الأدوات في مكان واحد. كم هذا عملي؟ شاهدي هذا الدفتر، لقد صنعته بمفردي. جولي، ويحي، الاختبار صحيح، لقد نسيت أمره. كم كان ذلك العنكبوت مقرفا. يجب أن أسرع لإنهاء الاختبار. لقد انتهى الوقت، اتركوا أقلامكم، سأجمع أوراق الإجابة. فيو، انتهيت في الوقت المناسب. ماذا؟ هل انتهى الامتحان بالفعل؟ لكنني بدأت للتو. أعطيني هذه الورقة. لا، انتظري، يمكننا الحديث عن الأمر. أظن أن جولي سترسب. لقد خاب أملي يا جولي. لكن هل رأيت دفتر ملاحظاتي؟ أحب غلاف هاتفي الجديد، ما أروع. أعلم ذلك، أشاهد هذا الانطباع كثيرا. أريد رؤيته. يا للروعة، كم أنت محظوظة. كيف يبدو شكل غلافك؟ غلافي ليس مميزا على الإطلاق. بالتأكيد، هذا ما ظننته. لدي مكالمة واردة، يجب أن أذهب. واو، لقد أحببته يا جولي. حسنا، مرحبا، لقد تحسن هذا اليوم للتو. فيو، يساعدني أنني خرجت من هناك. مرحبا يا نايومي. مرحبا يا ليو، لدي شيء من أجلك، لقد قطفتها لك خصيصا. أريدك أن تحصلي عليها. يا للروعة، أشكرك، كم هذا لطيف. لحظة واحدة ليو، هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. سأضع هذه الورود فوق قطعة من ورق الزبدة، ثم أغطيها بشريط لاصق وأفرد الشريط جيدا، ثم أقص الجزء المحيط بالورود، وبعدها سأقشر ورق الزبدة وألصقه على غلاف هاتفي. حان دور البقية الآن. واو، لقد أصبح زاهيا وملونا للغاية. أحم، ماذا؟ هل ترين ما أرى؟ من المفترض أن أكون الفتاة المشهورة هنا. ليس بعد الآن. أيمكنك صنع واحد من أجلي؟ رجاء. تناسبني قبعات الحفلات دائما. أعتقد أن كل شيء جاهز. لدي الكعكة والشاي، وها هي الضيفة. عيد ميلاد سعيد. لم يكن عليك فعل ذلك. تبدو هذه الكعكة لذيذة جدا. مهلا، لحظة، لا يمكننا تناول الكعك دون الشاي. أحتاج إلى وضع الغلاية على الموقد. ساني، لم يتبقى سوى كيس شاي واحد. هذا هو فحسب، لا يوجد المزيد. حسناً، احتسيه أنت. كلا، أنت ضيفتي، فلتأخذيه أنت. كلا، إنه لك، أنا أصر على هذا. لا بأس، خذيه، أرجوك، لا أريده. أعتقد أنك تريدين. خذي كيس الشاي. توقفي، أعلم ما علينا فعله. من إلى من تتحدثين؟ شاهدي هذا، سأبدأ بإزالة الخيط من كيس الشاي ثم سأفتح. أحتاج إلى مقص، سأقطع كيس الشاي بحرص من المنتصف. يجب أن يكون القطع دقيقا، وهذا سيقسم الكيس إلى كيسين. هل تودين رؤية خدعة سحرية؟ تدا! واو، أنت ساحرة. لنحضر الغلاية، أنا متشوقة لهذا. وهل يمكننا تناول الكعك بعدها؟ بالطبع. هذا منعش جدا، شكرا لك يا صديقتي المقربة. ثم رقص جاستن مع لونا، ورأتهما جابي. ماذا فعل؟ كانت جابي غاضبة جدا. ها هو الطعام، استمتعا يا سيدتي. أنا جائعة جدا، ويبدو هذا لذيذا. أحب تناول وعاء من حبوب الفطور. ماذا؟ أين الحبوب؟ لنجرب هذا مجددا. ماذا يحدث؟ ما كل تلك الضوضاء؟ أعتقد أن الملعقة مكسورة، يوجد بها خطب ماء. هل تمازحينني؟ أيتها النادلة، تعالي إلى هنا. هل يوجد خطب ماء؟ أخبريني أنت، شاهدي هذا. يا سيدتي، لا تقلقي، يمكنني إصلاح هذا لك، أحتاج إلى طرقها جيدا. هل تصدقين هذا؟ لن آتي إلى هنا مجددا. كدت أنتهي، هذا أصعب مما ظننت. ما الذي أراه؟
ليس هذا مثالياً، لكنه سيفي بالغرض. أعمل ذلك، هذا أفضل. هل كان ذلك صعباً جداً؟ هل تحسن الأمر في المرة القادمة؟ يمكنك قلب الملعقة فحسب كالأشخاص الطبيعيين. أترين؟ هذا سهل جداً. تدركين هذا، أليس كذلك؟ أقلب الملعقة؟ حسناً، سأجرب الأمر. مهلاً، ماذا يحدث؟ لقد تكرر الأمر. لا أصدق هذا، يصيبني هذا بالصداع فعلاً. تقلب الملعقة؟ ماذا؟ لن ينجح هذا أبداً. أو حسناً، إنه مجرد يوم روتيني آخر. مهلاً، انظروا إلى هذه الملاعق، إنها كلها مكسورة. لابد أنها مجموعة ذات عيب. أن يحدث هذا تحت إشرافي، علي إصلاح هذا. ها أنا أتخلص من توتري على الأقل وأحصل على راتب لفعل هذا. يا له من عمل. هل يمزحون؟ هل أخطاء حدث في كتابة أسمائهم؟ هذا أسوأ اختبار رأيته على الإطلاق. توقف قلمي عن العمل. لابد أن الحبر قد نفد. سأهزه بقوة. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث، وسأستخدم هذا القلم بدلا منه فحسب. ويحي، يستحسن بي أن أحضر هذا القلم. لقد حصلت عليها، والآن أين توقفت؟ ماذا؟ أين ذهب قلمي؟ لقد كان هنا للتو. من المستحيل أن يكون قد ذهب بعيداً. كيف سأضع درجات هذه الاختبارات؟ لحظة واحدة، ها هو قلم غراء الموثوق. هذا ما أحتاجه بالضبط، ولا يخذلني أبداً. سأخذ خاتمي وأضع طبقة من الغراء عليها، ثم ألصق به الممحاة، وبعدها سأحتاج إلى غراء أحمر. سأستخدمه لرسم حرف F، ثم أتركه ليجف. وقد صنعت خاتماً بحرف A أيضاً، ولا أعتقد أنني سأستخدمه كثيراً. حان وقت وضع الدرجات. لقد حصلت على تقدير F. ماذا عن هذه الطالبة؟ لقد حصلت على تقدير A. أنا مصدومة، هذه الحركة تساعد في سرعة إتمام العمل. ليتني فكرت فيها من قبل. لقد انتهيت، لدي درجاتكم يا طالبات. يا للهول، أقلامي؟ ماذا يحدث هنا؟ لا شيء. كان يجب أن أدرك ذلك. لقد كانت فكرة نيومي. ماذا؟ صمتي. كم أنا غاضبة. مهلا، ما تزال لدي خواتمي. أتعلمني ما أفكر فيه؟ انسي الأمر. يجب أن أطيل أظافري دون شك. أحب هذه الألوان. وماذا عن الدرس؟ نعم، لقد نسيت أمره. لا بأس، خذي وقتك، يسعدنا الانتظار. هذا هو يومي الأول. نستطيع ملاحظة ذلك. خذ هذين القلمين الرصاص، عليكم الآن أن ترسما. لا نحتاج إلى هذه الأقلام، يمكننا استخدام أقلامنا، فهي ممتعة أكثر. أعتقد أنني سأستخدم القلم الجاف. هذا لون جميل. سأبدأ برسم بعض قلوب الحب اللطيفة. لست سعيدة بهذه النتيجة، لنكرر المحاولة. سأمحوها. هل يا ترى؟ لقد أوحى لي القلم بفكرة رائعة، وسيكون شكلها مذهلاً. سأصنع فتحات صغيرة في الممحى وأزيل بعض الأجزاء لأصنع مختلف الأشكال، وبعدها سأضغط بالممحاة على لوحة ألوان. إنها تشبه الختمة بالضبط. لقد أحببتها. يا للروعة، انظروا إليها كم هي جميلة. وبهذا أكون قد انتهيت، مما يمنحني الوقت لتصفيف شعري. أحب هذا الصف. يا للروعة، كم هذا ذكي. ليتني أستطيع فعل شيء كهذا. لا يمكنني تقطيع غطاء القلم الجاف. ويحي، شاهدوا ما فعلته في الغطاء. تتحول الأمور من سيء لأسوأ. لحظة واحدة، أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله. أيمكنني اقتراض هذه المكواة؟ ماذا؟ حسناً، شكراً. أحتاج لشيء أخير، وهو مربع صغير من ورق الرغوة. هذا مثالي. لنبدأ العمل. سأستخدم مكواة تنعيم الشعر على ورقة الرغوة، ثم أضعه على غطاء قلم وأضغط عليها بكرة زجاجية، مما سيترك نقرة في الرغوة. سأقص الجزء المحيط بها، وبعدها سأضيف طبقة صغيرة من الغراء. وقد صنعت قلبا من رغوة الجلاتر، وكذلك لففت غطاء القلم بالرغوة، وقد أصبح طريا للغاية. يا للروعة، يا له من قلم جميل. سأفعل الشيء نفسه مع بقية الأقلام. يبدو شكلها مرحا جدا. مرحبا يا نيومي، ماذا تريدين؟ شاهدي أقلامي. ما الذي يفترض بي مشاهدته؟ أقلامي بالطبع. يا للهول، أين ذهبت؟ لا أصدق ذلك. مهلا، هذه ملكي. أشعر أنني في أوج تألقي، لكنني عملت جاهدة من أجل صنعها. لا أصدق، يا إلهي، كيفن وسيم جدا. ماذا تفعلين؟
أليس رائعاً؟ لا أمل النظر إليه طوال اليوم. أوه، انظري إلى هذه الصورة. أو لا، بدأ الدرس. صباح الخير، حان وقت الاختبار. معلمتي، ماذا هناك يا باتي؟ تنظر نايومي إلى صور الصبيان على هاتفها. نايومي، ضعي هاتفك جانباً، أريد انتباهاً تاماً. ماذا؟ لكنه كيفن، هذا ظلم. يا لك من مهووسة بالدراسة، هل فعلتي خيراً؟ لا تقلقي يا معلمتي، أنا أؤيدك. يمكنني الاعتماد عليك دائماً يا باتي. والآن أين كنت؟ لا أصدق أنك فعلت ذلك. واشياء، ربما يمكنني إلقاء نظرة سريعة. لا تفكري في الأمر حتى، لكن ربما هو يتمرن. لا يمكنني مقاومة هذا، أريد مشاهدة كيفن. هذا صعب، أحذرك. نظرة خاطفة فقط. أهلاً، وجدتها، أعرف ما علي فعله. سألتقط سيلفي سريعة، سأضع هاتفي هنا، ثم أطبع الصورة التي التقطتها. يمكنني قصها وتثبيتها بهاتفي. تبدو جيدة. انظري يا باتي. ماذا؟ أنت لا يمكنك فعل هذا. أيتها المعلمة، حالة طارئة. ها؟ ماذا هناك؟ لا أرى أي مشكلة. انظري إليها، أليس جلياً؟ الهاتف، إنها تحمل. ها؟ انظري. توقفي عن إضاعة وقتي يا باتي. لكن لقد فزت في هذه الجولة يا نايومي. لم ينتهي الأمر بعد. كيفن يرقص، هل يمكنني رؤيته؟ لا. وتساوي سين 5. هو هل حان وقت الغداء لنتناول طعامنا؟ يبدو هذا جيدا. هو متحمسة لتناول هذا، أحب بيض الشوكولاتة، إنه شهي ويحتوي على مفاجأة صغيرة. أوه، نسيت وجباتي الخفيفة، لكن لا بأس، أعرف ما علي فعله. يونغ، لذيذة جداً، كنت بحاجة إلى هذا. أوه، أين البيضة؟ لقد كانت هنا. هل هناك مشكلة؟ لا، لم تفعلي. لصة البيض، كان يجب أن أعرف، إنها تفعل ذلك دائماً. هل اللحظة؟ لدي فكرة، سأعود حالاً. لا يهم، أحضري الشوكولاتة. سأحتاج أولاً إلى بيضة وشفاطة وغراء. سأعصر الغراء على القشرة هكذا تماماً، ثم أضغط بالشفاطة على الغراء. والآن سأنتظر حتى يجف. لم أنتهي بعد، سأغمس البيضة في الشوكولاتة المذابة. تبدو لذيذة جداً. يمكنني الآن وضعها داخل رقاقة القصدير، تبدو حقيقية. سأطوي الحواف، يجب ألا أدع نايومي تشك في شيء. إنها جاهزة، لدي شيء من أجلك، أعلم أنك تحبينها كثيراً. شكرا لك، لا أكتفي منها. استمتعي بتناولها. أوه، هذا مقزز. نلت منك، سيلقنك هذا درسا. إنها بيضة نيئة. أوه، لما فعلت هذا؟ أحضري طعامك الخاص في المرة القادمة. هذا ليس لطيفا أبدا. نانا، الفن هو تعبير عن الروح البشرية. عما تتحدثين؟ لقد أتيت، لقد أتيت. متأخرة كالعادة، أليس كذلك يا نايومي؟ على أي حال، لديكم اليوم موضوع ممتعان. ملهمتنا لهذا اليوم هي الطبيعة، وواحد من ألطف الكائنات الموجودة فيها. أريد منكم رسم سنجاب، ولا تنسوا رسم ذيله الجميل. حسناً، يمكنني فعل ذلك، لن يكون ذلك صعباً. هذه هي الروح المعنوية المطلوبة يا باتي. هو أحد يتصل بي. مرحباً. هو أهلاً، يجب أن أجيب. هذا جيد، أحب رسم اللوحات الجميلة. هاي، افعلي ما يحلو لك. علي فعل أشياء أكثر أهمية، مثل وضع مكياجي. أنت تعلمين أن هذا هو سبب رسوبك الدائم، أليس كذلك؟ ماذا؟ أنا فنانة، أنا تحفة فنية ومتواضعة. يجب أن أنهي رسم السنجاب. أحب أحمر الشفاه هذا. أو عادت المعلمة. يريد معادتي؟ هو هو، بقي من الوقت 5 دقائق يا فتيات. أو أنا بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض. أنا بحاجة ماسة لقضاء حاجتي. هو اذهبي يا باتي. لم يكن علي شرب زجاجة الصودا الثالثة، يجب أن أسرع. كيف نرسم السنجاب؟ هو هذا أصعب مما ظننت. ربما لو هو هذا فظيع، ماذا سأفعل؟ مهلاً، سأحتاج إلى رسمة باتي. هو إنها جميلة جداً، إنها موهوبة، سأعطيها هذا. سأغلف الرسمة ببلاستيك التغليف، يجب أن يبقى مشدوداً. والآن يمكنني تحديد شكل سنجاب، سأرسمه فوق بلاستيك التغليف مباشرة. علي فقط اتباع الخطوط، هذا سهل جداً. لما لم أفكر بهذا من قبل؟ سأنتقل إلى الساقين، ثم العينين، انتهيت تقريباً.
هكذا، هذا مذهل. سأزيل بلاستيك التغليف ثم أقلبه وأضعه فوق ورقة فارغة. أريد نقل الحبر إلى الورقة. سيفي هذا الشوبك بالغرض. يمكنني الآن رفع بلاستيك التغليف لأحصل على سنجاب. هاو معلمتي، ما رأيك؟ دعيني ألقي نظرة. تدا، أمل أن تنال إعجابك. كان ذلك وشيكا. ماذا فاتني؟ لا، غير معقول. إنها رائعة يا ناومي. أنت لطيفة جدا، لكنها مثل رسمتي. لا أفهم. ماذا يحدث؟ باتي، هل نقلت رسمة ناومي؟ ماذا؟ كلا، هي من فعلت ذلك. أعتقد أن هذا واحد من أسرار الحياة الغامضة. أنا غاضبة جدا الآن. لدي شيء حماسي من أجلكم يا طالبات. ما هو؟ إنه قوس المطر الرائع هذا. لا بأس، لا داعي للتصفيق. لما لا تجربان الأمر؟ لا مانع لدي. مهلا، ليس لدي أي أقلام. سيكون هذا ممتعا. انظروا إلى كل أقلامنا يومي. مرحبا يا صديقتي القديمة. لا، لن تحصلي على أقلامي. بربك، لماذا تتصرفين بهذا اللؤم؟ رائع، هذا ما كان ينقصني. حسنا، أنا يمكنك الحصول على هذا. أشكرك. مهلا، ما الذي يفترض أن أفعله بالمقص؟ أيمكنني العودة للعمل على قوس المطر الآن؟ سأشرع في تلوين غلاف دفتري. سأبدأ تلوين من الزاوية، وسأستخدم ألوانا مختلفة، وسأسمح للألوان بالامتزاج حتى تضفي تأثيرا رائعا على الدفتر. وبعدها سأغطي الغلاف بشريط لاصق شفاف، وسأستخدم الأكريليك الأسود لتلوين الشريط اللاصق. سأحتاج لطبقة طلاء متساوية، والآن سأتركه ليجف. وبعدها سأمسك بممحاة وأستخدمها لتقشير الطلاء. أريد صنع خطوط قطرية بطول الغلاف لتكشف عن الألوان الموجودة بالأسفل. يا للروعة، لقد أحببته. كم هو أنيق. هذا واضح وضوح الشمس. لا أستطيع صنع أي شيء كهذا. يجب أن أفكر في الأمر جيدا. لست مبدعة على الإطلاق. مهلا، ربما يمكن استخدام أربطة شعري. أعني أن الأمر يستحق تجربة. سأحتاج للمزيد من أربطة الشعر. لدي ربطة شعر خضراء. ألا توجد المزيد من الألوان؟ هل كل شيء على ما يرام يا جولي؟ سأعود على الفور. يا لها من حركة سريعة وماكرة، لكنني حصلت على كل ما أحتاجه. يا للروعة، ممتاز. سأحتاج إلى مسدس غراء. سأضع القليل من الغراء على زاوية دفتري، ثم ألصق قطعة من رابطة الشعر عليه. سأستمر في إضافة الألوان المختلفة، وسأواصل تكرار العملية حتى أغطي الدفتر بالكامل. يا للروعة، انظر إليه، يبدو مثل قوس المطر بالضبط. ما رأيك؟ أليس جميلا؟ واو، كيف فعلت ذلك؟ هل يعني هذا أنه أعجبك؟ يا للروعة، لقد أنهيتم المهمة. كانت سهلة للغاية. يعجبني تباين الألوان. واو، هذا الدفتر رائع. يشبه حبال الفرو خاصتي بالضبط. ليست لدي فكرة عما تقولين. مهلا، كان لدي عدد أكبر من هذا. جولي، ماذا فعلت؟ مهلا جولي، أين ذهبت؟ ما باليد حيلة.